السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي بعض أبطال السخان الأرستون الإيطالي. تمام، إذا وصلت بالكهرباء ومش شغال معك، لو مش حابب إن أنت تستنى الصيانة ولا شيء، نجيب زي كده دبوس فيه هنا، هذا بتبقى هنا موجودة. تمام، بتفكها تبقى كده بالظبط، بتفكها في زي اوتوماتيك هنا، بحاجة عليها سن وتضغط الاوتوماتيك ده، ده زي حساس. اذا وصلت السخان غلط بيفصل منك. تمام، هذا الحساس اللي بيفصل، حاجة سن زي كده، وتروح عاملها هنا لين ما تسمع صوت التكة حقه. تمام، بس مشكلة بسيطة إن شاء الله ويكون ليها حل. أغلب المشاكل اللي بتيجي من السخان الأرستون الإيطالي زي كده، السباك ما يعرف لهاش يعني. شكرا.